أعلنت الحكومة أن جوازات السفر الصادرة من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع غير معتمدة في موسم الحج القادم. وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية قال إن وزارته تواصلت مع الجهات المسؤولة في مصلحة الهجرة والجوازات وكذا الجهات السعودية، وأكدوا أن الجوازات الصادرة من صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ مطلع العام 2016 غير مقبولة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: مدى تأثير مشكلة الجوازات غير المعتمدة على سفر المواطنين، وهل هناك حلول مقترحة لتجاوز هذه الإشكالية؟ تعود مشكلة عدم اعتماد الجوازات التي تم إصدارها من مناطق سيطرة تحالف الانقلاب لتعيق تنقل المواطنين الراغبين في السفر للدراسة أو للعلاج أو غير ذلك. فمنذ بداية العام الجاري بدأت دول برفض استقبال اليمنيين الذين يحملون جوازات سفر صادرة من مناطق خاضعة للميليشيا، وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الخليج العربي. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. لا تنتهي مشاكل اليمنيين ولا تتوقف متوالية تتابعها، فمنذ انقلاب الميليشيا وسيطرتها على مؤسسات الدولة كل يوم تطفو على السطح مشكلة جديدة. الجوازات المشكلة القديمة الجديدة التي طالت بتأثيراتها اليمنيين في الداخل والخارج على السواء. قبل أشهر اكتشفت الحكومة الشرعية إن الجوازات التي اصدرتها الميليشيا خلال عام 2016 مزورة وغير مطابقة للطبعة الرسمية. المعلومات الرسمية تحدثت حينها إن الميليشيا لجأت إلى طباعة كميات كبيرة من جوازات السفر المزورة في إيران ومطابع محلية بعد نفاد الكميات التي كانت بحوزتها في العاصمة صنعاء وبقية المراكز في المحافظات الخاضعة لها. وفي إطار وضع الحلول لتلك الإشكالية قامت الحكومة باستبدال تلك الجوازات في السفارات لمن هم في الخارج، أما من هم في الداخل فكان عليهم الذهاب إلى المحافظات المحررة لاستبدالها، وهو ما تعذر على الكثيرين منهم خصوصا في تلك المحافظات التي يقبع سكانها تحت حصار الميليشيا. اليوم عادت المشكلة إلى الواجهة مجددا بعد أن وجد مئات اليمنيين أنفسهم غير قادرين على استكمال معاملة الحج لعدم قبول تلك الجوازات. وزير الأوقاف أحمد عطية قال إن الجوازات الصادرة خلال الفترة سابقة الذكر غير مقبولة لعدم وجود بياناتها لدى مصلحة الهجرة والجوازات، لكنه لم يتحدث عن أي حلول مقترحة في البيان الصادر عن الوزارة باستثناء ما طرح سابقا من ضرورة إصدار جوازات في المحافظات المحررة، وهو الأمر الذي يتعذر على من وضعتهم الميليشيا تحت الإقامة الجبرية في المحافظات الخاضعة لها. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن انضم إلينا الآن من الرياض، طارق غالب القرشي وكيل وزارة الأوقاف. أهلا بك أستاذ طارق. أهلا وسهلا بكم أخي العزيز. حياكم الله. أستاذ طارق، ما الذي دفع الوزارة لإصدار هذا القرار بعدم الاعتماد على الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الانقلابيين منذ مطلع العام 2016؟ شكرا أخي العزيز. في البداية اسمح لي أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل لقناتكم الموقرة من خلال هذا البرنامج وعلى ما تبذله وتقدمه هذه القناة الرائدة في مناقشة الكثير من القضايا التفاعلية والتي تلامس حاجة المواطنين. شكرا. أنتم في تقريركم وضعتم يدكم على الجرح وطرقتم المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالجوازات الذي دعا معالي الوزير لطرح ما تم تداوله بالأمس. هي في الحقيقة المشكلة قائمة، وكما تفضلتم في تقديركم بأن منذ الانقلاب المشؤوم على البلد كثير من الأمور تعقدت، ومن ضمنها الأمور السفر، ووضعت الكثير من القيود الاحترازية والكثير من الضوابط من ضمنها ما يتعلق بالجوازات. في تقريركم أشرتم إلى
مشكلة لا تتعلق فقط بالحاج اليمني وإنما أي مسافر، وعدم موائمة الجوازات التي صدرت من مناطق سيطرة الانقلابيين مع المعايير العالمية، وهي ربما طبعت بشكل غير قانوني غير رسمي في مطابع بهدف توفير أكبر فرص للدخل للانقلابيين. عكست هذه المشكلة بالتالي على عموم الحجاج. نعم. والذين يتبعون تحت سيطرة مناطق الميليشيا. نحن بدأنا التسجيل موسم يعني بدأنا التسجيل لموسم الحج 1438، وبدأت الأيام تمشي، وفي الحقيقة حاولنا كثيرا في وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة بقيادة معالي الوزير الدكتور أحمد عطية للوصول إلى أكثر من حال أو طرق أبواب العديد من الجهات والمؤسسات لوضع أي حلول تخفف على المواطن اليمني مشقة. ما الذي توصلتم إليه؟ جواز جديد سيما في ظل هذه الظروف القائمة والعراك التي قد توضع من طرف الانقلابيين، ولكن للأسف يبدو أن المشكلة أكبر من أن نضع حل لجوازات لا يمكن أن تقرأ آليا أو في يعني فنيا في المنافذ الحدودية. طيب الآن في هذه النقطة تم يعني وضحت هذه النقطة، لكن الآن بالنسبة لمن هم الآن مثلا في منطقة خاضع لسيطرة الحوثيين واضطروا بشكل أو بآخر إلى استصدار جوازات من هناك، الآن ما الحل بالنسبة لهم حتى يستطيعوا الذهاب للحج؟ في الحقيقة حاليا نحن لا نستطيع أن نجزم بأن هناك حل منظور في أيدينا، وإنما نبحث في الكثير من الحلول، ومن ضمنها أننا ربما نقوم بإدخال أسماء الحجاج ونسجلهم، وأصلا لأنه هم بطبيعة الحال يجب على الحاج الذي سيتجه إلى الحج المشاعر المقدسة أن يمر ببعض المناطق المحررة. نحن نفكر باستصدار جوازات ربما ترافقهم أو تؤخذ على الطريق، مع صعوبة أنت تعرف أنه أكثر من 24 ألف حاج يمني لا ليسوا كلهم في مناطق سيطرة الانقلاب. كم يقدر منهم بمناطق سيطرة الانقلاب من الحجاج؟ نعم، كم عدد من يقدر أنهم يعني يعيشون في مناطق سيطرة الانقلاب؟ يعني لا يوجد إحصائية دقيقة حتى الآن، لأنه لازلنا في بداية التسجيل. نحن سوق الحج أو سوق التسجيل هو مفتوح، لا لم نوزعها كحصص للمحافظات أو الأقاليم بالنسبة لعدد الحجاج، وبالتالي لا نستطيع حتى الآن نجزم بنسبة معينة للحجاج الذين سيأتون من تحت من مناطق سيطرة الانقلابيين، ولكن بحكم التوزيع الجغرافي للمواطنين في الجغرافيا اليمنية هناك عدد كبير من المناطق سيطرة الانقلابيين، وبعضهم لديهم جوازات سابقة. الجوازات طبعا منعت من 2016 وإلى يعني وإلى تاريخ اليوم، لكن هناك كثير من الحجاج لديهم جوازات سابقة، هذه لا غبار عليها ولا مشكلة. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أستاذ طارق ينضم إلينا الآن من الرياض الصحفي عامر دميني رئيس تحرير الموقع بوست. أهلا بك أستاذ عامر. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ عامر. إذن بداية يعني بحسب رأيك إلى أي مدى ستؤثر هذه المشكلة، مشكلة الجوازات غير المعتمدة، على إجراءات سفر المواطنين ممن لم يتمكنوا من قطع جوازات جديدة أو تحديثها؟ بالتأكيد سيكون لها تأثير من ناحية عدم قدرة الأشخاص أو المواطنين الذين لديهم جوازات سفر سابقة من الحصول على جوازات جديدة. بالتأكيد ستؤثر عليهم، لن يستطيعوا ربما بحسب القوانين أو بحسب ما يجري الآن من السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. هذا سيحرم الكثيرين، لكن بطبيعة الحال تقريبا هي إجراء أعتقد أنه كان لابد منه لقطع الطريق أمام الحالات المتكررة من استنساخ الجوازات والمتاجرة بها وإصدارها لأشخاص ربما في ظروف غير طبيعية تمر بها البلاد. الأمر إجراء احترازي، يفترض أن تقدم وزارة الأوقاف والإرشاد التسهيلات التي ينبغي أن تسهل للناس هذا الأمر وفق الإجراءات القانونية بالتعاون بينها وبين نظيرها أو مثيلها في المملكة العربية السعودية. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عامر. أعود إلى ضيفي الأستاذ طارق القرشي وكيل وزارة الأوقاف. أستاذ طارق، بالنسبة لكم أنتم في الوزارة
كم هو حجم التنسيق بينكم وبين وكالات الحج والعمرة وكذلك مع مصلحة الجوازات لمحاولة تجاوز إشكالية من يعني هم موجودين داخل مناطق سيطرة الانقلابيين وقد تتسبب يعني هذه النقطة بإشكاليات بالنسبة لحجهم هذا؟ أخي العزيز، العلاقة بين الوزارة ومصلحة الهجرة والجوازات نحن في تواصل مستمر مع المصلحة ممثلة برئيسها وبوكيل المصلحة. حقيقة لا توجد أي مشكلة بيننا وبين الجوازات ولا بين الجوازات والمواطن اليمني فيما يتعلق بأن أتحدث عن مصلحة الجوازات التابعة للشرعية. كذلك الحال هو بالنسبة للعلاقة بيننا وبين وكالة الحج والعمرة. أطلق معالي الوزير في بداية تعيينه في الوزارة وعند حضور الحفل الختامي لتكريم الوكالات المتميزة في العام الماضي عن إطلاق مبدأ الشراكة الحقيقية مع وكالة الحج والعمرة باعتبارها هي الجهة التي تقدم الخدمة للحاج وهي التي تشرف على تنفيذ أداء مناسك الحج بالنسبة للحاج منذ تسجيله في موطنه في اليمن وحتى يعود إلى موطنه، وبالتالي العلاقة في انسجام وفي تعاون ونحن نمارس في الوزارة دور رقابي بحيث نضمن تنفيذ الخدمة على أكمل وجه للحاج اليمني والمعتمر. أشكرك وكيل وزارة الأوقاف طارق غلب القرشي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى الصحفي عامر الدميني رئيس تحرير الموقع بوست. أستاذ عامر، إذن يعني إشكالات الحجاج ليس فقط في عدم قدرتهم على استصدار هذه الجوازات الآن من مناطق سيطرة الميليشيا لكن أيضا في وجود مشاكل أمنية فيما يتعلق بالوصول إلى المناطق المحررة، كيف برأيك أن يمكن الوصول إلى حلول لتجاوز هذه الإشكالات عموما؟ فعلا هي إشكالات متداخلة، وبحكم المشهد المضطرب داخل اليمن فهناك أشخاص من مناطق ربما تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية لا يستطيعون الوصول إلى الحدود لكي يتمكنوا من السفر للحج، لكن يبقى هذا الأمر مرهون بمدى تعامل سلطات الانقلاب مع هؤلاء المواطنين. إذا كان لدى سلطات الانقلاب أي احترام للمواطنة، أي احترام للمقدسات الإسلامية، أي احترام لحقوق الناس الشخصية، فهي بإمكانها أن تسمح لهم بالعبور والمرور وممارسة طقوسهم بشكل طبيعي جدا. لكن إذا كان الأمر كما تعودنا منها بأن تمارس الاضطهاد والاستبداد وحرمان الحقوق وسلبها من الناس، فأعتقد أنه أمام الأشخاص الراغبين بالحج ستكون هناك إشكالية كبيرة، لن يستطيعوا ربما الخروج من أماكن التي يسكنون فيها الآن لأداء مناسك الحج. العام الماضي كان هناك مجموعة كبيرة شخصيا تعرفنا عليها من المواطنين الذين خرجوا للحج، تمكنوا بأساليب معينة ربما لم يستطيعوا التعبير على أنهم ذاهبين للحج، تم إفلاتهم بطريق معينة والسفر إلى مأرب وغيرها من المناطق ثم السفر إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي الأمر يتعلق بمدى تعامل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتهم وكيف يتعاملون مع المواطنين في هذا الجانب. يعني أنا أفهم منك الآن أنه في هذا الملف تحديدا، ملف عدم اعتماد هذه الجوازات، الحكومة الشرعية موقفها مبرر بشكل كامل حتى وإن لم يعني تكن هناك حلول أكثر مرونة بالنسبة لمن هم قابعين تحت يعني أو يعني يعيشون في مناطق سيطرة الانقلاب. الحكومة الشرعية كان ينبغي أن تسلك هذه الخطوة منذ وقت مبكر وليس فقط في هذا التوقيت. الحكومة الشرعية ربما لن أدافع عنها، لكن الحكومة سبق وأن أعلنت في وقت سابق أن هناك خطوة ستتخذها بشأن الجوازات الصادرة في العام 2016 من مناطق سيطرة الانقلابيين. كان هناك إجراءات مسبقة وعنا بوقت مبكر وشكل بفترة أطول من قبل، لكن ينبغي مساعدة للناس أن يتم حل هذا الإشكال أو وضع ربما معايير معينة يستطيع الناس أن يتجاوزوا مثل هذا الأمر في سبيل إكمال فريضة شرعية ومقدسة ومرة واحدة في العام يعني. طيب دعنا نسمع وجهة نظر حكومية الآن. أستاذ عامر، ينضم إلينا الآن من مأرب عبد السلام البشير مدير مصلحة الجوازات هناك، أهلا بك أستاذ عبد السلام. حياك الله أخي العزيز وبالأخوة المشاهدين والمستمعين، وشكرا لقناة بلقيس التي تغطي المواضيع الوطنية التي تهم الوطن والمواطن، وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام. حياك الله، أهلا بك، بالتأكيد هذا واجبنا. أستاذ عبد السلام، إذن الحكومة أعلنت أن الجوازات التي يعني
أصدرت في مناطق سيطرة الميليشيا منذ مطلع عام 2016 غير معتمدة. هذه إشكالية خاصة مع موسم الحج، ما هي الحلول المقترحة كبدائل لذلك؟ البدائل هي في الفروع التي حددتها السلطة الشرعية في المحافظات المحررة. الجوازات هي الآن تفتح أبوابها لجميع المواطنين والقادمين من جميع المحافظات. فالآن المواطنين يتجهون إلى وبالذات إلى فرع مارب بشكل متزايد يوميا كل يوم، والعدد يزيد يعني على إقبال المواطنين، وبالذات يعني هذه الأيام بسبب العمرة والحج. كذلك أنه عندما تولي المكاتب المعتمدة للحج والعمرة يقدمون الجوازات التي قطعونها من فرع صنعاء وإب والحديدة التي تخضع للإنقلابيين، فرفضت المكاتب هذه الجوازات بحيث أنها غير معتمدة من السلطة الشرعية، وهناك توجيهات من وزارة الأوقاف بعدم اعتمادها، وبالذات الصادرة ابتداء من 1/1/2016. نعم. فاتجهوا بعد هذه التوجيهات ورفض الجوازات الصادرة من السلطات الانقلابية، اتجهوا المواطنين إلى الفروع التي تخضع للسلطة الشرعية. طيب، يعني وصول إلى مأرب، هل من السهل على المواطنين أن يصلوا إلى مأرب ثم يسافروا؟ يعني هناك الطريق ما بين مأرب وصنعاء، هناك يعني معارك هناك مع الحوثيين، الطرق الأخرى هناك عمليات تفتيش ونقاط أمنية كثيرة، وصول المواطنين لمأرب صعب، بالتالي هل من حلول أخرى لأن تتجاوز يعني يتجاوز من يريد السفر هذه الإشكالية؟ والله يا أخي العزيز، كما هو حاصل واقع أنه السفر مشقة كبيرة بالنسبة للإخوة المواطنين، وبالذات القادمين إلى مأرب، لأنه الطريق طويلة عبر ذمار والبيضة، يعني يستغرق يوم كامل. ولكن وبالذات الأغلب القادمين اللي هم من الشيوخ والعجائز، لأنه هذه الطبقة هي اللي الأغلب يتجهون إلى الحجيج، فيعانوا معاناة كبيرة. ولكن قد وضع مفروض، يعني مفروض بسبب الحرب، في كمان فرع عدن، فرع سيئون، فرع المكلا، يعني لابد منها يعني لمن اراد ان يحصل على الجواز اليمني. طيب، لكن يعني في كل الاحوال هم يصلون، ولو ان بعض النقاط الخاضعه للانقلابيين او اللي يديرونها الانقلابيين، الخطط في الطريق، النقاط التفتيش في الطريق، يشترطون عليهم ان لم يعودوا خلال يومين او كذا يتم محاسبتهم او منعهم من العوده. فهنا المواطنين احنا نتلقي منهم يعني هذه الشكاوي، شكاوي واخبار. طيب، يعني غير واقعيه. مفهوم. طيب، في ذلك الان حتى يعني نعرف بالنسبه لوجود، احيانا هناك من يتحدث عن وجود صعوبات ماديه من اجل تجديد الجوازات، بالنسبه للمصلحه ما هي الامور الرسميه لاصدار الجوازات؟ الامور الرسميه كما هو متعارف عليه ومعتمد في الاجراءات، انه نعتمد على البطاقه الشخصيه البالغين، الاخوه البالغين من الذكران والاناث، يعني السنه القانونيه 16 سنه، أو شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للقاصرين يعني. في بعض الإخوة يأتون بالجواز الصادر قبل أيام أو قبل أسابيع أو شهور من المناطق الخاضعة للإنقلابيين، فلا نعتمد على هذه الوثيقة الجواز بحكم أنه صادر أولا من سلطة انقلابية، أضيف إلى ذلك أن هذا الجواز تم طباعه في السوق السوداء. مفهوم. فهو والوثيقة المزورة سواء. مفهوم. فلا نعتمد عليه. نطلب من الأخ الحامل لهذه الوثيقة أن يعطينا وثيقة أخرى قديمة، بطاقة شخصية أو أي وثيقة تؤكد هذه البيانات. نعم. هذا من باب التحري، لأنه في ناس ينتحلون شخصيات أخرى أو يغيرون أساميهم بسبب أنهم مطلوبين أمنيا أو مطلوبين للسلطات الانقلابية. تفضل. مفهوم. طيب، بالنسبة للتسعيرة كآخر نقطة،
يعني السعر الرسمي لإصدار جواز 6000 ريال. إذا أشكرك نائب الأستاذ عبد السلام البشير مدير مصلحة الجوازات في مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود للأستاذ عامر الدميني. أستاذ عامر، يعني سمعنا حديث مدير مصلحة الجوازات في مأرب، هناك الإشكالات لكن أيضا من الصعوبة بمكان بحكم الحرب، يعني بحكم طبيعة الحرب كما يقول أو كما فهمت من حديثه، أن يعني هذه الإجراءات صعبة بذلك. برأيك كمهتم ومتابع للوضع بشكل عام، كيف يمكن تجاوز الإشكالات؟ هو كما أسلف أن هناك نوع من المحاولة لتجاوز مثل هذه الإشكال، لكن لا يبدو أن التسهيلات التي تقدمها السلطات الحكومية التابعة للشرعية كافية لكي يتجاوزها جميع الناس أو المتضررين من مثل هكذا قرار بسبب وضع الحرب كما جرى الحديث. الناس التي تراب الآن في الحج، يعني مثلا على سبيل المثال من كان في محافظة إب أو تعز قد لا يستطيع أن يصل إلى محافظة حضرموت أو إلى محافظة مأرب لكي يحصل على نسخة جديدة من الجواز أو يستطيع أن يكون هناك لديه تسهيلات، وبالتالي أعتقد أنه موسم الحج لهذا العام سيكون ربما قاسيا على الكثير من الناس، ربما لن يتمكنوا من إكمال هذا الموسم أو الوصول والمضي في إجراءات سليمة تمكنهم من نجاح مقصدهم في الحج. لذلك ينبغي أنه ربما التسهيل أكثر للناس. الأمر مرهون بسلطات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح كي تعمل على أيضا تسهيل هذا الأمر، ولا أعتقد أنها ستعمل أو ستتنازل لكي تسهل للناس مهامهم في الحج، لأنها تدرك أن هذه الخطوة هي خطوة استهدفتها بشكل كبير، هي جاءت كردة فعل على السلوكيات والسياسة التي انتهجتها أثناء إدارتها لمصاعد الهجرة والجوازات في العاصمة صنعاء والمحافظات التي كانت خاضعة لسيطرتها. إذا أشكرك الصحفي عامر الدميني رئيس تحرير الموقع بوس، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض أيضا العقيد عبد الجبار محمد سالم نائب رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله سيادة العقيد. إذا بارك الله فيك، إذا هناك إشكالات كثيرة بالنسبة لي يعني تواجه اليمنيين سواء في الداخل أو في الخارج فيما يخص قطع الجوازات أو تجديدها. بداية لنبدأ معك، ما هي المراكز الرسمية لقطع جوازات بالنسبة لليمنيين؟ أين هي الآن؟ أهلا وسهلا بكم أخي. بالنسبة لموضوع المراكز، أولا أود أن أشير في البداية إلى أن مصلحة الهجرة والجوازات قامت بإنشاء مركز رئيسي، وتم عمل فروع في الداخل في عدن أولا والمأرب والمكلا وسيئون والمهرة. هذه الآن هي تقوم بإصدار الجوازات اليمنيين ومنعا للابتزاز الذي كان يحصل في المناطق المسيطر عليها من قبل الميليشيات. نعيد، المكلا، مأرب، سيئون، المهرة وعدن. أي بالضبط. نعم، ماذا عن خارج البلاد؟ أي يعني أين هي يعني الأماكن التي يتم قطعها في بالنسبة لسفارات اليمن في الدول الأخرى؟ أولا أخي، تم إنشاء مركز لإصدار الجوازات في جدة وفي سفارتنا في الرياض، ومن ثم انطلقنا إلى الأردن وواشنطن ولندن والقاهرة وماليزيا والبحرين ودبي وأبو ظبي وأخيرا فرانكفورت في ألمانيا. تمام. طيب الآن يعني بالنسبة الآن لموضوع إصدار الجوازات، ومن كان أصدر جوازات من قبل المناطق التي تقبع تحت سيطرة الإنقلابيين وكان ذلك بعد مطلع العام 2016، ومن هو الآن متواجد هناك، يعني هناك صعوبات أمنية في الوصول إلى المناطق المحررة، هل تجدون حلول خارج يعني خارج الصندوق بالنسبة لأوضاع هؤلاء؟ شوف، بالنسبة لموضوع أعتقد أنا أعتقد لا يوجد صعوبات في الوصول. نحن وجهنا رئيس المصلحة، قام بتوجيه مدراء المراكز التي يتم فيها الإصدار بتسهيل جميع بكل الوسائل، تسهيل للمواطنين بالحصول واستبدال الجوازات الصادرة في 2016
لمن حصل على جوازات من قبل الميليشيات. فأعتقد أن الموضوع سهل جدا وما فيش صعوبات في الحصول على الجواز. يعني الحكومة أنشأت هذه الفروع كبدائل للناس يستطيع الوصول عليها، يستطيع الحصول على الجوازات منها. نحن الآن في طريقنا إلى فتح مراكز في محافظات أخرى إن شاء الله قريبا، وستكون العملية سهلة جدا. محافظات مثل ماذا؟ نحن الآن بصدد إن شاء الله إنشاء مركز في محافظة تعز. في محافظة تعز، جميل. طيب يعني كسؤال أخير أستاذ عبد الجبار، هناك من يتحدث أن إشكاليات مثل هذه لا تطال الميليشيا ومن يعني ومن يعمل معها بقدر ما تطال المواطن العادي ويتأثر بها المواطن العادي. يعني كيف يمكن الحديث، يعني هل تتفق مع ذلك بداية؟ أنا لا أتفق كثيرا، لأنه الأمور أنا أعتقد سهلة جدا الوصول إلى مراكزنا المفتوحة الآن في عدن والمكلا وسيئون ومأرب والمهرة. ما أعتقد أن الصعوبة، أنا ألاقي كثير من المعاملات تصل إلى المركز الرئيسي وهي آتي من أشخاص يعيشون في المحافظات الشمالية، يعني المسيطر عليها من قبل الميليشيات، وتصل إلينا ونحن نتعامل معها بكل دقة وحرص والأمور ماشية. لا أعتقد أنه في صعوبة كبيرة في هذا الموضوع. أشكرك نائب رئيس مصلحة الهجرة والجوازات عبد الجبار محمد سالم، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزميل محمد عبد المغني معد هذه الحلقة، وكذلك تحياتي أنا وجيه السمان وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.